بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، طلب مني أن أتحدث عن معجزة الليالي العشر والرقم 10 في سورة الكوثر التي ورد فيها النحر، والنحر يكون في اليوم العاشر. تحدثنا في فيديوهات سابقة عن هذا الموضوع، ولكن أحببت وتلبية لمن طلب مني ذلك من الأحبة القراء، سأتناول ببساطة معجزة سورة الكوثر بأسلوب مختلف قليلا. أول شيء أيها الأحبة، هذه السورة تعتبر أقصر سورة في القرآن. يعني لو قمنا بترتيب سور القرآن التي عددها 114 سورة حسب طول كل سورة، سنجد أن سورة الكوثر هي أقصر سورة في القرآن. إذا قمنا بعد كلماتها سنجد أنها تتألف فقط من كم كلمة؟ قلنا موضوع السورة اليوم العاشر هو النحر، نحن متى ننحر؟ فصل لربك وانحر. النحر يكون أيها الأحبة في يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة يكون النحر. فأراد الله أن يجعل عدد كلمات هذه السورة المباركة 10 كلمات فقط، نفس تاريخ اليوم، يوم النحر. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. 10 كلمات فقط. هذه السورة فيها ميزات كثيرة جدا، دققوا معي أيها الأحبة. السورة هنا تنتهي بحرف الراء، الآيات الثلاثة التي تتألف منها سورة الكوثر جميعها تنتهي أو تختتم بحرف الراء. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر راء، إن شانئك هو الأبتر راء. لو نظرنا نظرة عامة للقرآن الكريم نجد أن 114 سورة كل سورة تختم بحرف معين. يعني مثلا سورة الفاتحة آخر كلمة فيها ولا الضالين، ختمت بحرف النون. سورة البقرة آخر آية فيها فانصرنا على القوم الكافرين، ختمت بحرف النون. سورة العنكبوت آخر آية فيها وإن الله لمع المحسنين، ختمت بحرف النون. مثلا سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ختمت بالراء. سورة الناس من الجنة والناس، ختمت بالسين. سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد، ختمت بالدال، وهكذا. طيب هذه السورة سورة الكوثر التي ختمت بحرف الراء، إن شانئك هو الأبتر، ما هو ترتيبها؟ دقق معي أخي الحبيب، ما هو ترتيب هذه السورة بين السور التي ختمت بحرف الراء؟ ستجد أن ترتيبها 10. يعني في القرآن العظيم، انظر معي أخي الحبيب، لدينا 10 سور فقط في القرآن تنتهي بحرف الراء. أول سورة هي سورة المائدة، تنتهي بكلمة قدير راء. سورة الحج تنتهي بكلمة النصير، نعم المولى ونعم النصير. سورة لقمان ثلاثة، عد معي،
تنتهي بكلمة خبير حرف الراء. سورة الشورى 4 تنتهي بكلمة الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. سورة القمر تنتهي بكلمة مقتدر بالراء. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن 5. 6. سورة الممتحنة تنتهي بكلمة القبور، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سورة القدر 7. سورة القدر تنتهي بكلمة سلام هي حتى مطلع الفجر بالراء أيضا، ورقمها 7 سبحان الله، للدلالة على الليلة 27. مهم، أو 7 السبع الأخير، يعني الليلة 7 من العشر الأواخر. رقم 8 العاديات تنتهي بكلمة لخبير، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السورة رقم 9 التي تنتهي بحرف الراء هي والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السورة رقم 10 التي تنتهي بالراء ما هي؟ سورة الكوثر، إن شانئك هو الأبتر، وهي آخر سورة اختتمت بحرف الراء. إذن انظر معي أخي الحبيب، هذه السورة ليست هي وحيدة بل مرتبطة بنسق قرآني معين، أن الله عز وجل جعل هذه السورة بذاتها تتألف من 10 كلمات، ولكنه وضعها أيضا في القرآن ترتيبها رقم 10 بين السور التي تنتهي بالراء، أخذت الترتيب رقم 10 سبحان الله. يعني لو نظرت نظرة شاملة لسور القرآن نجد أن هناك 10 سور ختمت بالراء آخرها سورة الكوثر، يعني رقمها 10. طيب الآية قبل الآية المهمة، هذه السورة نصف كلماتها لم تتكرر أبدا إلا في هذه السورة. قلنا سورة الكوثر تتألف من كم؟ من 10 كلمات. نصف هذه الكلمات يعني 5 كلمات لم تذكر في أي سورة أخرى، أخرها الله وضعها في هذه السورة، لم يضعها في أي سورة أخرى. كلمة أعطيناك ذكرت مرة واحدة في القرآن في سورة الكوثر، وكلمة الكوثر ذكرت مرة واحدة فقط في سورة الكوثر على مستوى القرآن. كلمة انحر لم تذكر إلا في هذا الموضع، فصلي لربك وانحر فقط ذكرت في سورة الكوثر. شانئك لم تذكر إلا في هذا المقام في هذه السورة، وكلمة الأبتر لم تذكر في القرآن كله إلا في هذه السورة. سبحان الله، 50% من كلمات هذه السورة هي كلمات جديدة خاصة بها لم تذكر في أي سورة أخرى. انظر معي التركيب البلاغي المعجز، يعني القضية ليست قضية أرقام أخي الحبيب، هناك بلاغة في هذه السورة وهناك تركيب معين وكلمات خاصة بها. كلمة الكوثر فقط مرة واحدة ذكرت، كلمة انحر مرة واحدة في القرآن، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، بينما نحن البشر لو كان القرآن من تأليف محمد يمكن أن يذكر النحر في أي موضع آخر، ما هي المشكلة يعني، يمكن أن يذكر أعطيناك في أي مجال آخر في أي سورة أخرى، الأبتر يمكن أن يذكرها 7 مرات مثلا، ولكن اختص الله هذه السورة نصف كلماتها هي خاصة بهذه السورة سبحان الله، هي كلمات فريدة. طيب الشيء الآخر أخي الحبيب، الآية المهمة هنا الآية في الوسط التي ذكر فيها النحر، فصلي لربك وانحر.
هذه الآية بالذات التي ذكر فيها النحر كم حرفا من حروف اللغة العربية 28 استخدم الله لبناء هذه الآية؟ أظنك تعرف الجواب. ما هو أفضل رقم يمكن أن يستخدم لبناء آية ذكر فيها النحر والنحر يكون في اليوم العاشر؟ هو الرقم 10. بالفعل فصل لربك وانحر تتألف من 10 أحرف هجائية ما عدا المكرر. يعني عد معي: الفاء ف صلي ف صلي 3 لي ذكر لم ربك الراء الباء والكاف فصلي لربك 6 و إن نون فصلي لربك وان الحاء تمام الراء ذكرناها فصلي لربك وإن نون الحاء إن حراء مكررة ذكرناها فصلي لربك مذكورة. إذن 10 أحرف ركب الله الآية التي تتحدث عن النحر يوم النحر الذي هو ترتيبه 10 من ذي الحجة استخدم 10 أحرف من اللغة العربية. وسبحان الله هنا أنا لمحت يعني تاريخ النحر في هذه الآية. كيف؟ انظر أخي الحبيب، النحر متى يكون؟ في اليوم العاشر من ذي الحجة. ذي الحجة رقمه كم بين الأشهر الهجرية؟ رقمه 12 صح؟ هو آخر شهر من السنة الهجرية. إذن نحن نقوم بالنحر بتاريخ 10/12 أي اليوم العاشر الشهر 12. هذه الآية تتألف من 10 أحرف هجائية، ولكن لو عددنا الحروف مع المكرر حرف الراء تكرر كما رأينا، سنجد كم حرف. عد معي مع المكرر، سنعد: فصلي لي ربك و إن حر 12 حرف يعني الحروف مع المكرر 12 وهو تاريخ وهو رقم الشهر الذي يتم فيه النحر الشهر 12 شهر ذي الحجة. وعدد الحروف الهجائية ما عدا المكرر التي تركبت منها الآية هو 10 أحرف بتاريخ اليوم، اليوم العاشر الذي هو يوم النحر. لاحظت هذه البنية الرائعة جدا والواضحة طبعا. فهنا أخي الحبيب يعني أنا حتى من الأشياء التي يعني لاحظتها أو لاحظها أحد الأحبة يعني أننا لو قمنا بعد النقط، مع العلم أن النقط تنقيط وضع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن القرآن منقطا، بل أضيف بعد 10 سنين من وفاة النبي أضيفت هذه النقط لأن الأعاجم دخلوا، ولتسهيل قراءة القرآن على الناس تم تحديد يعني مثلا حرف النون الباء والتاء نفس الـ لا يوجد نقط لا فوق ولا تحت، فلذلك تم وضع النقط. ولكن لما تم تنقيط القرآن تم بإذن من الله، الذي يؤكد لنا ذلك أن عدد النقط جاء متوافقا مع حقائق القرآن ومعانيه. يعني مثلا في هذه السورة، عد معي أخي الحبيب النقط: إنا فيها نقطة واحدة، عد النقط: إنا أعطيناك
الياء هنا نقطتين والنون نقطة، أصبح المجموع أربعة. إنا أعطيناك الكوثر، ثلاث نقط، واحد اثنين ثلاثة. أصبح لدينا الآية الأولى فيها سبع نقط. فصل الفاء ماذا؟ عليها نقطة، أصبح عدد النقط ثمانية. فصل فاء، فصلي لربك، الباء فيها نقطة تحتها نقطة، أصبح تسعة نقط. وانحر، النون في كلمة انحر عليها نقطة رقمها عشرة. لاحظت الجمال، جمال الإعجاز أخي الحبيب. حتى كلمة انحر التي هي موضوع السورة، والنحر يكون في اليوم العاشر، جعل الله سبحانه يعني شاء الله عز وجل بقدرته أن تكون النقطة فوق انحر رقمها عشرة. فصلي لربك، عفوا، إنا أعطي نقطتين تحت الياء، أعطيناك نون هنا، الكوثر ثاء فيها ثلاث نقط، فصلي الفاء عليها نقطة، لربك الباء هنا عليها نقطة من تحت، وانحر عشرة. إذن كلمة انحر فوقها نقطة ترتيبها عشرة. سبحان الله، يعني شيء يعني يحير العقل بالفعل. طبعا أخي الحبيب، لو أردنا أن نتعمق أكثر، هناك علاقات رقمية كثيرة لهذه السورة مع سور القرآن، هناك شبكة رقمية، نسيج رقمي يربط القرآن ككتلة واحدة. ولكن أنا أكتفي اليوم بهذه الحقائق التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها الخير والنفع، وأن يكون فيها عبرة لكل من يعني يبحث عن الحق، لكل من يبحث عن الحقيقة، يعني لماذا هذا الإعجاز في أقصر السورة من القرآن، عشر كلمات فقط، وكيف جاء هذا التوافق مع رقم اليوم ورقم الشهر، وحتى على مستوى القرآن عدد السور التي ختمت بالراء عشرة آخرها الكوثر. هناك شيء أيضا نسيت أن أضيفه، شيء لطيف الحقيقة، ذكره أحد الأحبة أيضا، أن هذه السورة ختمت بحرف الراء، الآيات الثلاثة ختمت بالراء. لدينا نحن ترتيب هجائي للحروف، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء، رقمه كم؟ أيضا عشرة. سبحان الله، يعني حتى حرف الراء انتقاه الله بعناية بين حروف اللغة ليختم به هذه السورة، رقمه ترتيبه عشرة بين الحروف الهجائية طبعا. وترتيب الحروف الهجائية هو ليس ترتيب يعني نبوي أو إلهي، ولكن شاء الله أن يكون بهذا الشكل سبحانه وتعالى، لنرى جمال القرآن العظيم. يعني جمال القرآن لا يقتصر فقط على البلاغة والبيان والمعاني العظيمة التي يحملها هذا الكتاب العظيم، بل هناك أيضا أعداد الحروف وأعداد الكلمات وترتيب الحروف والكلمات كلها سبحان الله يعني تأتي بشكل وكأنها لوحة هندسية تبين لنا أن يعني منزل هذا القرآن عز وجل حكيم عليم، يعلم السر وأخفى، يعلم ما ينزل، كما قال سبحانه وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ونحن نشهد أن هذا القرآن هو كلام الله الحق سبحانه وتعالى. أختم أيها الأحبة بهذه الآية الكريمة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة مثل سورة الكوثر، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل، تأكيد فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، أسأله عز وجل أن يتقبل طاعتكم في هذه الأيام المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.